30 راقبوه جيدا معناها راح يكون زميله متفرغ. شوف الان اخذ سكرين، الان اخذ الكره، هل راح يسحب الدفاع ويمرر؟ راح على الباص، واو جميل تحت السله، مش معقول، روعه، لا يمكن، واو، زي ما حكينا تماما مشاهدينا الكرام، اللاعب رقم 30 كاسياس روبرتسون بيمرر لعند لوريناس بروتس ليعطي مومبوس التقدم ب 1 بوينت 88-87. اذا ما في تايم اوت لريال مدريد. واو شو عمل، نقلوا له اياها، راح درايف نايس داش اب اند ان، واو لوريناس بروتس بسله الريال مدريد، لكن الريال قد يفعلها لانه متبقي 6 ثواني وهذا وقت طويل وطويل جدا، واي فاول راح يكون برميات حره، راقبوا سيرخيو يول او حتى ادم هانجا، والله قد يفعلها بالدي. الريال ايضا عنده حظوظ، شو هالجيم الحلو اللي عم بيستمتع بالتعليق عليها، روعه لا يمكن. اللحظات الاخيره راح اسجلها بمكتبتي لانه توقعنا راح يمرر او راح يدخل على الباسكت كاشياس روبرتسون، راح يلعبوا معه وقادر يسحب الدفاع. حدا يعطيني اللقطة الأخيرة اللي سجل فيها كاشياس روبرتسون، لكن الريال مدريد قد يظهر عن طريق مالك الماني تايم سيرخيو يول. واو ريال مدريد يظهر الآن، ريال مدريد بيعرفوا يربحوا بكل الأحوال بكل الأوقات. شو مصار الريال مدريد؟ مش قلت لكم بأسوأ أحواله، متأخرين مش متأخرين، بيربح روعة الريال مدريد.